باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كما تعلمون ايها الاحباء انه رتبت الكنيسه اخر حدين في السنه القبطيه، حد الاخير من شهر مسرى او الحدين الاخر لو في شهر في النسي، بيتقرا حديث المسيح له المجد الخاص جدا للتلاميذ عن علامات مجيئه الثاني ونهاية العالم. الموضوع جد خطير، فأنا قصدت أن أقرأ آية بآية ونحط الأساسات التي لا تخطئ، لأن المسيح قال علامات. هقرأ الإنجيل آية بآية ومع بعض هنحط الأساسات التي لا تتغير عن علامات مجيئه الثاني. ولما سأله الفريسيين متى يأتي ملكوت الله، طبعا أديكم خلفية، الفريسيين كانوا بيسألوه they mocking him، لأن هو كان عمال يتكلم على ملكوت الله، فقالوا له وإمتى يعني هيجي الملكوت اللي انت عمال تقول عليه ده، لما احنا قاعدين مستعمرين من الرومان ومش وبندفع الجزية وبندفع، فين الملكوت اللي انت امتى هيجي الملكوت ده؟ طبعا ادراكهم زي ادراك كثيرين النهاردة ان مجيء المسيح مادي. فاجابهم وقال، اول اساس هنحطه من كلام المسيح، لا يأتي ملكوت الله بمراقبة. استحالة هتعرف هيجي امتى، ولا يقولون هو ذا هنا او هو ذا هناك. بس اركز على الحته دي، امتى هيجي الملكوت؟ امتى هيجي لي انا المسيح؟ امتى انا هخرج من العالم؟ دي مخفيه. طب في ناس حاولوا يحددوا مواعيد ويعملوا حسابات، كل ده غلط ضد المسيح. ولو لقيت واحد من الكنيسة وطفر رتبته يقول لك المجيء هيجي سنة كذا، اعرف انه خرج عن خط المسيح. لا يأتي ملكوت الله بمراقب، ولا يقولون هو ذا هنا او هو ذا هناك. ليه؟ لانها ملكوت الله داخلكم. ايه ملكوت الله؟ بكل بساطة هو حضور الله. طيب حضور الله ده فينه؟ ما ده في كل حتة. عشان كده بيقول ها ملكوت الله داخلكم، أو في ترجمة تانية في وسطكم. ما فيش واحد يشوف شماس؟ فيش واحد كبير فيكم؟ لا، اللي واقف شماس ما يتحركش، اقف هنا خلاص خلاص اقعد بس ما يتحركش تاني. لا معلش، واحدة بواحدة كلنا هنتعلم الأصول. ملكوت الله في وسطكم، لأن المسيح وهو بيتكلم ما هو الملكوت، فهو بيقول لهم ملكوت الله في وسطكم، أنا هو الملكوت، وأينما وجد المسيح وجد الملكوت. ده الأساس الثاني. يبقى نمر واحد، مش هيجي بمراقبة، اوعى تحسب له مكان أو معاد أو تحسب له بعلامات، لا، ملكوت الله حضور الله جوايا في حياتي أنا. أدي حاجتين أهو قلناه، ما تستنهوش من بره يقول لك هو هنا ولا هناك، الحق في معجزة، روح خد بركة الفلان. لا لا لا، المسيح موجود حاضر بكيانه في كل وقت للي يطلب للي عاوزه. ثم قال لتلاميذه ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون. طب ليه؟ هل اختفى المسيح؟ هم اللي مش عاوزين يشوفوه، هم اللي رفضوا يقبلوه. طيب الكلام دوت اتقال من 2000 سنة وهو هو، يعني النهاردة اللي هيرفض قبول المسيح بعد شوية هيتقال عليه يا ريتنا كنا نتمنى يوم من حضور المسيح. أنا بمثلها
بواحد قاعد في بيته والقداس شغال. ما يتقال عليه يا ريت يوم من أيام ابن الإنسان لما يجي عجز ويكبر وما يقدرش يجي الكنيسة يقول يا ريتني كنت أروح. طب ما ها ملكوت الله أو الصلاة. طب ما هي طب ما هيجي وقت يا أخواتنا ومش بعيد قوي عننا لا العين هتشوف ولا الذهن هيبقى حاضر ولا الركب هتقدر تركع وتقف ونقول نشتهي يوما من يوم ابن الإنسان. فالساعة حاضرة. طيب حاجة تانية، ما هو يوم ابن الإنسان؟ اليوم اللي بيتكلم عليه هو حضوره في هذا اليوم. طيب حضوره ده هيبقى عند ناس مصر ومفرح جدا زي العذارى الحكيمات. هو عرس، هو أصلا المسيح جاي كعريس، لكن في ناس في هذا اليوم هتقول إيه؟ للجبال اسقطي علينا، قول الأكام غطينا، مش قادرين نبص في وش. ده هم اللي رفضوا، لكن هو مجيئه عريس للنفس. عشان كده قال للناس اذهبوا إلى الجحيم المعد لإبليس، مش معد أبدا للإنسان. ما الإنسان إيه المعد ليه؟ الملكوت والاتحاد بالمسيح. ادي يوم ابن الإنسان ده حاضر، فاطلبوا اليوم. تاني كل دي هو ده مجيئه، ما تستنهوش من بره. مجيئه ممكن يبقى النهاردة، ممكن بكرة في القداس، ممكن في أي وقت ترفع قلبك. ومساعة الموت ما بتبقاش غريبة على الإنسان اللي متحب بالله، تبقاش غريبة أبدا. فيقولون لكم هو هناك أو هو ها هنا، لا تذهبوا ولا تسرعوا، لأنه كما أن البرق الذي يظهر في السماء ويبرق تحت السماء كذلك يكون ابن الإنسان في يومه. يوم نور يجي زي النور جوه القلب، ودي بنشوفها ساعات. يقول لك إيه؟ في نغزني الروح كده، حسسني وأنا في آخر النهار على كلمة قلتها وحشة أو تصرف أحرجت جرحت مشاعر إنسان، ده أنا نسيت وهو ما خدش باله. يجي الروح بالليل ينغزك زي البرق، ده مجيء ابن الإنسان. في واحد يقولك لا مش مهم وأنا أعمل له إيه يتفلق. في واحد يقول لا لا أرجوك يا رب سامحني، ويجري مستني تاني يوم يروح ويعمل صلح ويعتذر. وساعة الرجل التاني يروح يسأله وأنا واخد بالي، لا أنا غلطت في حقك في الكلمة دي، أبدا مش واخد في بال، أو لا أنا مش ضميري مش مستريح. زي البرق بالنور جوه الإنسان من جوه، آدي مجيء المسيح. ويبرق تحت السماء كذلك يكون ابن الإنسان في يوم. ولكن ينبغي أولا أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل. يتكلم عليه هو وعلينا إحنا، لازم هنعدي بالرفض من هذا الجيل. مش لازم هيضطهدونا من بره، أنا من جوايا أرفض العالم ده. أدي من علامات مجيء الإنسان يوم، لما من جوه قلبي أبقى رافض الدنيا. يقولك نفسي عفت خلاص عن مسراتها وعن أكلها وعن فسحها. يبتدي الملكوت يبان جواه. لازم الألم والرفض من هذا الجيل، سواء من برايا أو من جواي، ودي أنت بتحسها. يعني أديكم مثل إيه، تعالوا مثلا في الصيام الكبير في آخر الأسبوع الكبير، الناس بقى إيه كله لا عاوز يأكل ولا وروحه مرتفعة في السماء. مجيء ابن الإنسان لما رفض مباهج العالم وأكل العالم تلقى الحضور قريب منه. دي كلها أساسات بقى نشاهد. ولكن ينبغي أن يتألم ويرفض من هذا الجيل، هذه علامة مجيء جواي، رفضي أنا للجيل اللي فيه. وكما كان علامة تانية هي، كما كان في أيام نوح كذلك يكون في أيام ابن الإنسان. المجيء هيبقى إيه؟
من بره الناس بتاكل وبتشرب وبتتجوز، مفيش من بره باين حاجة. ساعات الناس بتفتكر انه مجيء المسيح، ابدا هيفضل الدنيا هي الدنيا زي كان ايام نوح. نوح عنده الكلمة، عنده الوصية، قعد ينادي بيها، العالم بصله كمستهزئ. زي ما انت النهاردة بنقول للمحبة وغفران وحب عدوك، الوصية اللي خدناها من المسيح. في ناس بتقول إيه الكلام ده ما ينفعش النهاردة، في ناس تقول لا لازم أعيش بالوصية، أدخل جوه الفلك. واخدين بالكم؟ اوعى تبص بره وتقول ما الدنيا ماشية زي ما هي، لا، هيجي في وقت والدنيا شغالة زي ما هي. تاني، المجيء يعني حضور المسيح ويعني نهاية حياتي أنا. قديس أثناسيوس الرسولي ليه تعبير بديع جدا، قال لك نهاية الكل هي نهايتي أنا، ونهايتي أنا هي نهاية الكل لي. يعني لما ينتهي العالم كله أنا حنتهي فيه، ولو أنا انتهيت العالم انتهى بالنسبة لي. تعبير بديع جدا للقديس أثناسيوس الرسول. فما تبصش لبره تقول لا لسه ما جاش، لا، يجي لي أنا قبل ما يجي للعالم. إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك، هل ما كانش الناس سمعين؟ كانوا سمعين. هل النهاردة بشارة الإنجيل ما وصلت ليش أنا؟ ما ليش دعوة بالعالم، وصلت لي أنا. طب لما ما سمعش هيأتي الطوفان. طب ولو سمعت ودخلت جوه الفلك الكنيسة وجنب المسيح المفتوح وخدت من الوصية وعشت، ههرب من الغضب. يبقى مفيش العلامات اللي بره اللي انت مستنيها، لا ما تبص لهاش. وجاء الطوفان وأهلك الجميع. طيب منظر الطوفان وهو عمال يموت، منظر في منتهى الرعبة. طب والمنظر جوه ونوح في الفلك معال بالله، ايه المنظر الجميل ده؟ هو يوم الإنسان، يوم كان فرح لنوح وهو شايف ان الله بينشله من الموت في العالم، والعالم بره بيغرق وبيموت. نفس القصة، مجيئه هيبقى مفرح لناس ومرعب لناس تانية. كذلك أيضا كما كان في أيام لوط. إيه أيام لوط؟ واحد بار، وكان يعذب نفسه البارة بالنظر والسمع في عشته مع الناس دي. كانوا يأكلون ويشربون ويشترون ويبعون ويغرسون ويبنون. لكن اليوم الذي خرج فيه من سدوم أمطر نارا وكبريتا من السماء. أساس تاني، إيه الأساس ده؟ الله ما كانش قادر يهلك سدوم وعمورة بسبب واحد تبعه لوط قاعد، ما يقدرش. إلى اليوم الذي خرج منه لوط. عرفت بقى إشارة بديعة من المسيح، هيجي إمتى؟ لما الأبرار يخرجوا من الشر في العالم، والأبرار بيحفظوا العالم من الهلاك. الأساسات دي مهمة لينا، وما أنا أعرف أنا إيه دوري في الدنيا دي. لما تبص العالم بره وحش تقول ده خلاص الهلاك هيجي، أبدا. مجيء المسيح، اسمعوا الكلمة، مش هيجي بسبب كثرة الخطايا، ده هيجي بسبب اشتياق أولاده لمجيء. كده احنا في سفر الرؤيا بنقول ايه؟ أمين تعالى أيها المسيح تعالى. هو هيجي استجابة لطلب العشاق بتوعه، هو مش هيجي عشان كثرة الاسم. طب ما العالم كله القديم هلك والاسم طول عمره كتير، عرفتوا ايه اللي مؤخر مجيء المسيح؟ احنا شهوتنا وخروجنا بره العالم المر. يجي المسيح ويجي لي انا لما اكتمل انا في الحب. يجي. الى اليوم الذي خرج فيه لوط من سدوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع. طيب لوط وهو خارج
فرحان، فرحان بيمجد الله اللي أنقذه. طيب كان معاه مراته، بصت لورا عاوزة تاخد حاجة من الورا، مش ممكن. لما أجحد كل حاجة من الماتيريال اللي حواليا يجي ياخدني المسيح. طول ما أنا متمسك هخسر كتير. هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الإنسان. عرفنا كويس قوي دلوقتي بالعلامات دي، ترجعها تاني، هيجي ازاي، هعرفه ازاي، هحس بيه ازاي في ذلك اليوم. من كان على السطح وأمتعته في البيت فلا ينزل ليأخذ. عارف يقول لك ايه المثل؟ يهرب بايه؟ بجلده. طول ما انا مش باصص، كنا بنقول في المديحة بتاعت مارمينا، ماذا ينتفع الانسان اذا ربح العالم كله وخسر نفسه؟ تصدق ان ممكن ارجع اخد هدمة، طبعا اي حاجة هاخدها من البيت حاجة مادية، تصدق انها ممكن تضيع علي الملكوت؟ يجي المسيح ما يلقانيش مستعد؟ اي حاجة ورايا، اي حاجة في البيت مش هينفعني الا نفسي. طبعا بقى اللي في البيت مال، شهوة، جاس، اكل، تقدر انت تشوف. والذي في الحقل كذلك لا يرجع الى الوراء، فيش فرصة تاخد حاجة إلا نفسك. اذكروا امرأة لوط، من يطلب أن يخلص نفسه يهلك، ضاعت. طب ده عمل معها المسيح جميل كبير وخرجها مع لوط بالملاك، عينها ورا نفسها تاخد حاجة من البيت، طب ضاعت. نجا لوط لوحده، شفت الرجوع لورا؟ شفت الواحد لما يركز والمسيح جاي بيناديه يبقى مشغول هو بحاجة؟ يبقى يوم الله حاضر والمسيح على المذبح وواحد مشغول بحاجة تانية فكره أو يروح منه حضور الله. من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلكها يحييها. أقول لكم إنه في تلك الليلة، مجيئه على غير توقع، يكون اثنان على فراش واحد. فراش يعني في منتهى الهدوء، في وقت ما هواش متوقع إطلاق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. أحب أوضح مين اللي حيأخذ؟ المختار المستعد حيأخذ. طب ده اثنين على فراش واحد في منتهى السلام والوحدة في الأرض، يؤخذ واحد واحد كان مستعد، ما كانوا 10 عزارة اتخذوا 5 والتانيين أغلق الباب عليهم من بره. أنا وانت ماشي اثنين على سرير زي بعض كويسين، لا، في واحد قلبه نائم وأنا إيه؟ قلبي مستيقظ. اثنتان تطحنان في موضع واحد، ستتين قاعدين على الراحة، واحدة تلف كده واحدة تاخد منها الراحة وتلف، منظرهم من بره هو، لكن واحدة قلبها مع المسيح، دي هتؤخذ، هيجي المسيح ويلقاها جاهز. ده معنى إيه وإيه؟ الشغل، ما كل واحد بيروح شغله. إيه رأيك وانت في شغلك؟ قلبك مرفوع عند المسيح كده؟ تؤخذ الواحدة وتؤخذ تترك الأخرى. أجابوا وقالوا في أي موضع يا رب؟ يعني فين هيحصل؟ طبعا سؤال، ما المسيح قال ملكوت الله ما يأتيش بمراقبة، ملكوت الله جواكم، فالسؤال ملهوش أي معنى، فين هتحصل؟ فرد المسيح رد عجيب قوي قوي، بردك أحب أفسره لأنه مش واضح. قال حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. أنا هقول لكم تفسير الآباء. آباء كتير قالوا الجثة دي هي جسد المسيح، والنسور هي أرواح الصديقين، يجدد مثل النسر شبابك. فقالوا حيثما يوجد جسد المسيح هتوجد الأرواح القديسة حواليه. وكتير من الآباء منهم كيرولوس الكبير قال يعني لما جه نيكوديموس ويوسف قال طلبوا الجسد وكان حواليهم النسور، المريمات حاملينته، أو إحنا جسد المسيح على المذبح والنسور دول هم الأرواح المبررة اللي واقفة حوالين المسيح بتاخد منه. ده تفسير فسروه الآباء، تفسير روحاني جميل بيرد على إيه؟ إمتى؟
هو حاضر معنا كل يوم، آدي الملكوت. طبعا في ناس تانية قالوا هي أورشليم شعب اليهود، والنسور دول هما الرومان لما الجثة تقع، يعني لما وقعوا أمة اليهود وشعب اليهود اتجمع عليهم النسور الرومان. ده تفسير تاني، لكن أباء كتير من أباء الكنيسة أخذوا بالتفسير الأول. أرجو أنه الحاجات دي تبقى حاضرة، لأنه مجيء المسيح زي ما بقولك حاضر كل يوم. اللي هيعيش الملكوت ساعة خروجه من العالم هتبقى ساعة ما تفرش. يعطينا المسيح أن احنا نكون في ذلك اليوم مستعدين للقائه المفرح. يقول نعما أيها العبد الصالح، ادخل إلى فرح سيدك، لربنا المجد للأبد. آمين.